بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بيكم في قناة ميليتاري انسكو. أكتر حاجة بتضايقني حد ما يشوفش الفيديو ويقول لي فين المصدر، أنت كذاب يا مصري، جايب الخبر منين؟ دي حاجة تضايق فعلا. ما تدخل يا عم شوف الحلقة هتلاقيني حاطط المصدر. اللي متابعني عارف كويس أني بحط المصدر قدام الناس رغم أن ده مجهودي، وممكن صاحب قناة تانية او صاحب موقع يشوف المصدر عندي بسهولة وينزل الخبر، لكن بقول مش مشكلة، اهم حاجة المصداقية، رغم اني بتعب جدا وانا ببحث عن الخبر طول اليوم علشان الناس تطمن بنزل لهم المصدر، ويجي اكتر من حد يقول لي فين المصدر. المهم قلت لكم امبارح ان اكتر من صحيفة جزائرية قالت ان محمد بن سلمان دعا زيلينسكي لحضور القمة، وبالفعل وصل اليوم زيلينسكي الى جدة لحضور القمة، والمصدر قدامكم من موقع العربية، المصدر قدامكم من موقع العربية، واهو موقع سكاي نيوز عربية نقل الخبر. انا قلت امبارح اني معترض على الخطوة دي، حضور زيلينسكي الى القمة العربية انا معترض عليه، والمفروض الجامعة العربية تقف على الحياد في ازمة روسيا واوكرانيا، وقلت ان لازم يحصل الاول توافق عربي بالاجماع قبل حضور زيلينسكي زي ما حصل مع سوريا في القمة العربية في الجزائر الماضية، وكان مفروض توجيه الدعوة لبوتين لرفع الحرج عن الجامعة العربية وتجنبا للشبهات. انا هنا مش بدافع عن روسيا، لكن انا مستغرب اننا بننحاز الغرب في قضاياهم وبننسى ان الغرب بينحاز لكيان الصهيوني، بننسى ان اوكرانيا اللي بتشتكي من روسيا ارسلت جيشها يحارب في العراق للمرة التانية. انا مش بدافع عن روسيا، لكن انا نفسي كعرب ناخد موقف بالاجماع ضد الغرب. عاوز اختم بخبر مهم، موقع العربي نقلا عن صحيفة فيديو موستي الروسية بيقول الرئيس تابون هيزور روسيا في منتصف شهر يونيو القادم. المصدر قدامكم يا جماعة اللي سامعني، المصدر قدامكم. المهم شركة روس أوبرون اكسبورت المصدرة للأسلحة الروسية قالت ان التعاون التقني مع الجزائر مستمر رغم حرب روسيا وأوكرانيا. النقطة دي مهمة جدا، هل التصريح ده تمهيد لطلبية أسلحة جديدة للجزائر؟ اتمنى ده يحصل وتكون الطلبية عبارة عن سخوي 57 او S-500 ونشوفها قريبا في الجزائر. وفي النهاية حفظ الله الجزائر وتحيا الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.